100.6 نجوم فم على كيفك. دلوقتي واحد صاحبي مع عمر طاهر على نجوم فم. الله، دي حكاية عن ملك. ملك كان برجل واحدة وعين واحدة. الموضوع ده ما كانش مسبب له اي ازمة لحد ما جه يوم معين، اليوم اللي حب انه يترسم فيه لوحة كبيرة، لوحة تتحط في سوق المملكة قدام الناس. ابتدى يبعت لرسامين المملكة. اول رسام جه قعد قدام الملك، قعد قدام الملك ورسمه زي ما شافه بالظبط. رسمه برجل واحدة وعين واحدة. الملك بص للوحة وحس ان الرسام ده صريح زاد عن اللزوم، صريح لدرجة الوقاحة يعني. اعتبره رسام غبي. رسام غبي وقح يبقى اعدام. جه رسام تاني قعد قدام الملك ورسمه. الملك بص في اللوحة لقى نفسه مرسوم سليم تماما. الرسام حط من عنده عين ورجل بدل البيضين. الملك شاف ان الرسام ده منافق وممكن بنفاقه ده يوديه في داهية، لانه صور للناس الملك سليم من غير عيوب، ودي كدبة مصير الناس تكتشفها في يوم، وساعتها هيعاقبوا عليها الملك قبل الرسام. الرسام المنافق كان مصيره برضو الاعدام. لحد ما جه الرسام التالت. الرسام التالت قعد الملك بزاوية معينة ورسمه من الزاوية دي. قعدوا في الزاوية اللي يبان منها رجل الملك وعينيه السليمة. كان تصرف ذكي، رسام ذكي، ذكي وهو بيتعامل مع الملك ومع الناس اللي هتشوف الصورة. مع الملك كان ذكي لأنه ما كانش وقح، والأهم ما كانش منافق. ومع الناس كان ذكي لأنه قال لهم أنا صورت زاوية، بس خدوا بالكو واعملوا دايما حساب الزاوية التانية. الرسام التاني كان ذكي والملك حبه، بس برضه عدمه. مساء الفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل. أولا كل سنة أنتم طيبين، كل سنة أخواتنا الأقباط والمسيحيين كلهم بخير، وربنا يعينهم على فكرة أن هم يعيدوا في الجو ده. يعني هو جو مش شبه العيد شوية، معلش يعني، بس هتتعوض إن شاء الله. أهلا باللي كان قاعد مستني البرنامج من قبل ما يبدأ، وفرصة سعيدة للي بيسمعنا بالصدفة. معاك أخوك الصغير عمر طاهر، والفاترينة دي اسمها واحد صاحبي. بنعرض فيها كل حد وثلاث حاجات لطيفة هتعجبك إن شاء الله. بنفرش الساعة 8 وبنلم على 9 قبل البلدية ما توصل. طيب، كنت النهاردة جاي أناقش صاحبي، فاكينه بتاع الأسبوع اللي فات أو المرة اللي فاتت، اللي هو قرر هو يهاجر ويسيب البلد. بس قابلت برضو كالعادة واحد حالته متدهورة أكتر من صحابنا، فقررت أن أنا أركز مع اللي قاعد اللي مش مسافر. يعني عندي النهاردة واحد صاحبي قرر للأسف يعني أنه مش هيقرأ مقالات تاني. قرر أنه هو هيقاطع مقالات الرأي في كل الجرايد والمواقع والمجلات. زهق وتلخبط وبقى عنده أسئلة كتيرة محدش عارف يجاوب عليها. ساعات بيطلع في دماغه شكوك ناحية كتاب بيحبهم، ساعات بيكتشف أنه كان غلطان علشان كان مصدق، ساعات بيكتشف أنه هو كان ندمان علشان ما صدقش من بدري. شهادتي أنا شخصيا في المنطقة دي مجروحة ككاتب، بس أنا متأكد منه أن أكبر خسارة ممكن يتعرض لها أي كاتب أنه يخسر حتة أرض كان عايز يزرع فيها فكرة، فكرة تكبر وتعيش وتنتشر ويقطفها ناس تانية، ناس في حتت بعيدة عن إيدين الكاتب عمره ما كان هيوصل لها إلا عن طريق قارئ مصدقه ومقتنع بيه وفاهم اللي بيقوله. صاحبي قرر يقاطع المقالات، ورقم الرسائل 1006106. وعايز حضرتك تصحصح معايا وتبعت لي في سطر واحد إجابة عن السؤال ده. لو أنت عندك مشكلة قول لي إيه مشكلتك مع المقالات، إيه مشكلتك مع كتابة المقالات في مصر، إيه اللي بيقفلك، وإيه اللي ممكن يخليك تتوقف عن متابعة كاتب معين أنت بتحبه أو بتقرأ له. تاني هقول السؤال تاني، لو أنت عندك مشكلة قول لي إيه مشكلتك مع المقالات وكتابة المقالات في مصر، إيه اللي بيقفلك، وإيه اللي ممكن يخليك تتوقف عن متابعة كاتب أنت بتحبه. لحد ما حضرتك تفكر وتلاقي إجابة وتبعتلي، تعالى بعد الغنوة اللي جاية
نقول شوية كلام هيزعل بس لازم يتقال. طبعا يا جماعة احنا كان نفسنا يعني نلعب او ذكر النام بصوت فيروز، بس فيروز ما جاتش الكرة اللي كان هلكم، فمرة الجاية ان شاء الله هنسمع النسخة بتاعت فيروز واستوديو باور جامد بقى وتكسر الدنيا، بس ملحوقة يعني. بس دي مش برضو مش مشكلة هيثم. هيثم معايا على المكسر، هو اللي سايقني وسايق الحلقة، والأغاني جات له هو لعبها، الراجل يعني مش متأثرش في حاجة. تاني رسائل 1006، والسؤال تاني هقوله، لو انت عندك مشكلة قول لي ايه مشكلتك مع المقالات وكتابة المقالات في مصر، ايه اللي بيقفلك وايه اللي ممكن يخليك تتوقف عن متابعة كاتب معين كنت بتتابعه او بتقرأه. طيب نيجي لكلام اللي زعل. انا بس عايز حضرتك تعرف انه زي ما في كاتب ملوش فيها ما بيعرفش يكتب، لازم تاخد بالك برضو ان في قارئ ما بيعرفش يقرا. احنا عندنا مشكله في طريقه القرايه في اخر سنتين ثلاثه. ايه سبب المشكله دي؟ هيجي الكلام في النص ايه سبب المشكله دي، بس عايز ااكد على فكره انه عمره ما هيبقى في كاتب شاطر من غير ما يكون في قارئ شاطر. والقارئ الشاطر ده هو القارئ اللي من وجهه نظري ما بيقعش في اشهر غلطات بيقع فيها الواحد وهو بيقرا. هتقول لي حطك موقفني في البرد ده عشان تقول لي ان في ناس بتقرا غلط؟ جدا انا عايز اقول لك ان في ناس بتقرا غلط، لما اكلمك في الموضوع ده بتفاصيله هتعرف ان حضرتك برضو ممكن تكون متورط في الموضوع ده، وهكلمك في الموضوع ده بصفتي قارئ مش بصفتي ان انا يعني موجه اول تربيه وطنيه وفاهم الدنيا ماشيه ازاي، لا بكلمك عن اخطاء انا كنت بقع فيها وتعلمت منها. مثلا من الاخطاء الاساسيه والمهم في قراءه المقال ان في ناس بتكون حريصه على انها تقرا الكاتب مش المكتوب. تاني تكون مهتمه ان هي تقرا الكاتب وشخص الكاتب مش النص المكتوب. بتقرا الكاتب علشان تصنفه، بتقرا الكلام من على الوش كده وكروته وبسرعه وتاخد رؤوس المواضيع وتطير. ليه بتعمل كده؟ بتعمل كده علشان بس تحدد الكاتب ده مع ولا ضد، في صفي ولا مش مع الجماعة التانيين، رابعة ولا ثورة ولا فلول ولا بشرة خير. ما بتبقاش مشغولة او مهتمة ان هي تقف دقيقتين بس بتركيز قدام المقالة عشان الرسالة توصل كاملة وصح. لا، بيقرا كلمة من هنا على سطر من هنا على مصطلح في النص على مش عارف حاجة كده في اخر كلمة في المقال ويقول لك بس قفشتك انت تبع فلان. مع ان وخد بالك من مع ان دي، مع انك لو جبت لنفس الشخص المقال مجرد كلام، يعني المقال مجرد نص من غير اسم ولا صورة كاتب، نص بس مكتوب 500 كلمة بس مكتوبين من غير اسم اي حد، هيقرب تركيز اكتر وهيكون حكمه على الكلام اصح بكتير. بس انا ارجع واقول برضو ان القارئ معذور، لانه الزن على الدماغ في السنتين اللي فاتوا خلى الواحد مستعجل على تصنيف الشخص اللي قدامه اكتر من اي حاجة. انا عايز اعرف اللي قدامي ده تبع مين عشان ارتاح، عشان اعرف اصلا هسمعه ولا مش هسمعه، او علشان اخد الكلام اللي هو هيقوله اترجمه في الحتة اللي هو متصنف فيها. هو انا لسه هقعد اركز في افكار واقرا اللي انت بتقوله وافهمك واسمعك بكل هذا الحب؟ لا، انا باخد كده ملخص الموضوع علشان اسكنك في حتة واستريح اريح دماغي. الغلطة التانية، في نوع تاني من الغلطات، وده نوع تاني من الغلطات عكس الاولاني خالص. يعني زي ما قلنا ان في ناس بتقرا من على الوش وبسرعة وبكروتة وبتبقى بتدور على حاجة تانية، في ناس بقى العمق قتلها عميقة يعني لدرجة يعني مبهدلة نفسها. ناس بتخش تمرمط نفسها بين السطور، يعني بتخش تتشقلب في السطور بتاعت المقالة وتفضل تدور على البعد التالت والرسالة المستخبية والحاجة المدارية اللي كان بيقصدها بس بيرملها من بعيد، والتلقيحة اللي قالها والكلمة اللي هي كانت تتقالت في مكان تاني، يفضل بقى فهم يلوي في دراع المقال ويلوي في دراع الكاتب ويمسك بوك الكاتب كده يلوي فيه يمين وشمال علشان في الآخر يأول الكاتب حاجة ما هو ما قالهاش ولا يقصدها ولا يقصد ربعها. في ناس كده، يعني في ناس بتتعامل مع النص المكتوب كده، ان انا داخل على النص انا اذكى واحد في العالم، انا اذكى اخواتي، انا عندي نظرية المؤامرة شغالين شوية، انا عندي حاجة يعني فيها حاجة كده في دماغي تعباني شوية، يروح داخل على المقال وهو مخون ويفضل يدور بقى على الثغرة اللي هيخش يبيض منها. يعني ازاي بقى يلاقي في المقال حتة يخش منها يلوي دراع المقال ويلبه زي الشراب كده بحيث انه يطلعك يلبسك في جريمة، يحط على لسانك كلام غير اللي انت كاتبه خالص. طيب في ناس بتقرأ
من على الوش علشان تعرف الكاتب ده تبع مين فتشوف تقراه ولا مش تقراه. وفي ناس بتخش بزيادة علشان تطلع بنتائج وبالمؤامرات. ايه الحل طيب في غلطتين من النوع ده؟ الحل انك تخلص من التربص والتحفز. الحل انك انت تتعامل مع المكتوب، تتعامل مع الجمل. هقولك على حاجة، هو حضرتك لما بيحصل انك انت تقابل جملة حلوة على توك توك، مكتوبة على توك توك، هل بتنزل من عربيتك وتروح تبص في سواق وش التوك توك وتقعد تربط ما بين سواق وش التوك توك وبين اللي هو مكتوب وتقعد تقول لا اصل هو ينفع يكون قصده كذا مش قصده كذا، او انت سواق توك توك كذاب؟ هل تفضل بقى تدخل الحاجات في بعض؟ لا ما بتعملش كده، بالعكس انت بتقف عند الجملة المكتوبة على ظهر التوك توك، بتقف عندها لانها مظبوطة وعجبتك وجملة صادقة. بتروح عامل ايه بقى؟ بتروح لطشها وضربها على الفيسبوك ان هي خلاصة الحكمة اللي انت لقيتها. انا بقى هقول لك حاجه، كلام برضو ممكن يزعل صحابنا الكتاب، انا هقول لك على حاجه تريحك. انا عايزك تتعامل مع المقالات كده، عايزك تتعامل مع المقال ان هو جمل على توك توك. خد الجمل، شوف ايه الصادق منها، شوف اللي ينفع يتلطش منها تحط على الفيسبوك، شوف ايه منها اللي بيعبر عنك، شوف منها ايه منها الصادق والحقيقي والمظبوط جدا، وانسى السواق بقى باللي سايقين بالراكبين. خد الجمله وكمل طريقك. لا تقف عند الكاتب علشان تصنفه، ولا تقف عند النص علشان تتشقلب فيه وتطلع منه البعد الثالث ونظرة المؤامرة. 1006 رسائل. والسؤال تاني، لو انت عندك مشكلة قولي ايه مشكلتك مع المقالات وكتابة المقالات في مصر، ايه اللي بيقفلك وايه اللي ممكن يخليك تتوقف عن متابعة كاتب معين كنت بتحبه. بالمناسبة جملة اعتراضية بس، اوعى تفتكر حضرتك بس من الكلام اللي انا بقوله ان انا بتشرط على القارئ او بتشرط عليك في الطريقه المفروض تقرا بيها. لا انا مش كده، ده مش قصدي والله. انا بحاول اوصل معاك لصيغه مريحه في القرايه، بحاول اوصل معاك لمفاتيح في القرايه هتخليك تخلص من التوتر اللي ممكن يجننك لما تلاقي حد مشير مقال ومشير لينك مقال وتفتحه ويقولك بص عامل ايه وتخش توتر نفسك. لا، عايزين نوصل مع بعض الطريقه نتعامل بيها يعني بشكل مفيد لحضرتك. سيبك من الكتاب، سيبك من اي حد، انا عايزك انت بس وانت مستمتع وانت بتعمل كده. مش بتشرط عليك ومش بقول للناس تقرا ازاي، انا بوضح بتكلم عن حاجات اخطاء ممكن يكون انا شخصيا وقعت فيها. كل واحد بيجي له في كل فتره بيتعلم ان هو التكنيك القرايه بتاعه يتغير وطريقه فهمه للافكار والكتاب والكتابه بتتغير، فبحاول اشارك حضرتك الخبره دي. فما تظلمنيش، او على راي محي نقلا عن الرئيس حفني احمد حسن، مظلوم. طيب الرسائل ابتدت توصل، يعني في رساله يعني هي ضحكتني بس هي في منتهى الرقي، يعني من الحاجات اللي بتقفلني في المقالات وممكن تمنعنك عن قراءه المقالات الاخطاء اللغويه والنحويه. دكتور فهر شاكر، وده تعليق محترم جدا وبحترمه جدا وحاجه في منتهى الرقي. انا شخصيا لحد النهارده برجع كل شوية أذاكر، يعني برجع أذاكر الهمزة عشان بنسى الهمزات، برجع أذاكر التمييز يعني الموضوع فعلا جزء من شغلانة الكاتب كده، زي المطرب اللي بتدرب على النفس الطويل واللعيب الكورة اللي بيعمل استرتش لعضلاته، هو الكاتب فعلا محتاج ان هو يذاكر اللغة كل شوية. بس يعني هو بسبب أرقى من ان هو يبقى مانع للقراية خالص. في حوالي 25 رسالة تقريبا كلهم بيجمعوا على سبب واحد بيمنعهم من قراءه المقالات، وهو التطبيل، وده سبب يعني مقنع جدا بصراحه وما اقدرش اعلق عليه، لان هو التطبيل انا بالنسبه لي حاجه طارده ومفضوحه ومكشوفه وريحتها فايحه. استاذ احمد الشهاوي بعد بيقول من الحاجات اللي بتقفله من المقالات وقراءه المقالات اصرار الكاتب على اقناعي برايه، يعني فكره ان الكاتب يبقى مصر على ان هو يقنع القارئ برايه. اولا هو طبعا مع احترامي لحضرتك هو ده جزء من شغلانه الكاتب ان هو يكون وصل لراي وبيحاول ان هو يبيع لحضرتك الراي ده ويقنعك بيه، لانه هو بيشتغل كده، هي ما فيهاش اي اهانه ليك ان هو يقنعك برايه. وبعدين زي ما قلنا احنا في اول برنامج دي الفاترينا، فهي المقال برضو فاترينا معروض فيها وجهه نظر، وحضرتك ممكن يعني مش هيشدك جوه الفاترينا بالعافيه ويشير لك وجهه نظر. في كذا رساله برضو، بطلت اقرا خالص في السياسه، محدش عارف الصح من الغلط. الصح انا وجهه نظري الصح والغلط في الأفكار الأساسية، في المبادئ،
يعني الصح واضح فيها والغلط واضح فيها. السياسة قرارات وأفكار وطموحات واتجاهات، ممكن تكون يوم صح ممكن تكون يوم غلط، لكن الأفكار الأساسية المبادئ الأساسية هي دي ما قدرش نختلف فيها ونقول فيها صح وغلط. العدل، التفاهم، العدالة الاجتماعية، في أفكار كده دي ما فيهاش صح وغلط، لا الفكرة نفسها سليمة هي صح طول الوقت، لكن ممارسة الفكرة أو الاشتباك مع الفكرة هو ممكن يكون فيه صح وغلط. في كمان عدم الثبات على المبدأ، عدم الثبات على المبدأ ده برضو في وجهتين نظر، ده لو أي اللي بعد كده في وجهتين نظر في عدم الثبات على المبدأ. في حد ممكن يكون واصل لوجهة نظر وراجع نفسه بعد فترة وغيرها، وده طبيعي جدا. يعني أنا ممكن أكون في لحظة من اللحظات شفت إن فلان الفلاني رجل السياسة ده رجل سياسة ما بيفهمش أو ما لوش فيها، بعد فترة بعد وقت بعد تجارب بعد مواقف لي بعد تصريحات لي بعد ما شفت له حوار أو حوارين بعد ما هو عمل أكشن معين في حاجة معينة، أنا بدأت أحس إنه أنا والله رأيي ده ما كنتش بني على ده كفاية، فجيت بعد فترة من الفترات وقلت والله لا أنا كنت غلطان، أنا الراجل ده قلت عليه إنه هو ما بيفهمش في السياسة، لا أنا في اللحظة دي شايف إنه هو بيفهم وبيتقدم أو بيتطور أو بيطور نفسه أيا كان. ففكرة إن أنا أراجع وجهة نظر قديمة عندي لان المعلومات اتغيرت والمعطيات اتغيرت دي ما فيهاش حاجه مهينه، ما فيهاش حاجه تعتبر يعني صبه في جبين الكاتب ان هو راجع افكاره، بالعكس ده تحسب له وتحسب ليه ان هو شجاع بما يكفي ان هو يراجع مواقفه لما يحس ان هو غلطان او لما يحس ان هو بقى عنده معلومات اكتر او صوره اتضحت اكتر. هنرجع لرسائل تاني، يعني رسائل عماله تيجي كتير، واضح انه تقريبا مصر كلها بطلت تقرا مقالات لانه في اجماع على انه الحاجات زايطه خالص. فانا عايز ارجع شويه لموضوع الاخطاء بتاعتنا واحنا بنقرا، وعايز اقف عند غلطه برضو بحسها كتير، وهي غلطه انك ترفض المقال او ما تحبش المقال علشان الكاتب اتكلم عن مشكله وما طرحش العلاج. بتعتبر الكاتب اللي اتكلم عن مشكلة او عن حاجة سيئة بتحصل ومطرحش العلاج مغرض او عايز يولعها او ما بحبش مصر، يعني هبقى دي وجهة نظرك ليه. فبص يا صاحبي، شغلانة الكاتب الاساسية ان هو يشخص المرض، يقول لك انت عندك العيا الفلاني، وبالمناسبة ده نص العلاج، ان انا اقول لك انت عندك ايه ده نص العلاج، باقي العلاج عند بتاع العلاج، يعني العلاج عند اللي معاه ختامة في الدرج اللي بياخد القرار. انا اشخص لك مشكله التعليم، وحضرتك يا بتاع التعليم يا اللي معاك دفتر روشتات واوضه عمليات انت تعالج، لكن انا دوري ككاتب بنتهي عند التشخيص. عفوا. في غلطه كمان، فكره انك تاخد المقال على محمل شخصي. يعني ايه على محمل شخصي؟ يعني انت بيكون عندك مجموعه افكار مقتنع بيها ومؤمن بيها، تمام جدا، وده شيء مهم جدا. فكره انك ترفض اي حد يحاول ان هو يقرب من الافكار دي ويناقشها معاك، رفضك للمحاوله دي ومحاوله المناقشه مؤذي ليك انت. اولا لانك بتحاول الافكار اللي عندك الاصنام، يبقى خلاص عملت اصنام في دماغك وبتقعد تعبدها. الحاجه الثانيه، رفضك لمناقشتها بيخليك ما تختبرش قوه الافكار دي، ما انت ممكن لما تختبر قوه الافكار دي تلاقيها هشه وضعيفه وتكون محتاج تغيرها، فانت بتحرم نفسك من فرصه التغيير، فرصه انك انت تتطور. في قاعدة زمان قريتها بتقول كلما كان البيت قويا كلما كانت العاصفة ممتعة. يعني ايه؟ يعني كلما كان البيت ماسك نفسه وقوي وثابت هتستمتع بالعاصفة، مش هتطيرك. انت بس بتخاف تقرب من افكارك علشان هي متلصمة، افكارك لو قوية هتكون العاصفة ممتعة، لكن عشان افكارك متلصمة ومش ماسكة نفسها ومش مستقرة بتخاف تناقشها. لو هي الافكار واصلة معاك لدرجة اليقين ومذاكرها وعميقة جواك وأصيلة ومخدم عليها كويس، هتفرفش جدا لما يجي حد يناقشك فيها، هتبقى مبسوط. مراجعة الأفكار دي حاجة عظيمة. وافتكر أنت أصلا شخصيا كم مرة في حياتك طلبت من ناس غيرك أنها تراجع أفكارها، ولا هي يعني حلوة على الناس التانية وأنت هتبقى يعني جاب الدرجة النهائية ومحدش ينفع يراجعك. ثم أن الجزء المهم في مراجعة الأفكار، معلش بقى اي حلاوه المولد النهارده فطرت بيها فعامله لي شرقه شويه، كل الحاجات العظيمه اللي غيرت العالم قايمه على مراجعه الافكار. كل الحاجات العظيمه اللي حصلت كانت عباره عن
تكسير في افكار غلط استقرت في وجدان الناس غلط. الحاجات العظيمة دي اللي هي من اول الاديان لحد النظريات العلمية. الحاجات دي هي اللي بتغير الثوابت اللي الناس عايشة عليهم، تقول لهم لا هو الموضوع مش كده، فبتتغير الدنيا والكوكب كله بيرتقي في لحظة المراجعة دي. فانت ما تقفش، يعني انت ما تقفش كده وتخاف من افكار مش شبه اللي انت مؤمن بيها. اسمع مشتري، ما انت بتقعد ترغي مع سواق تاكسي بالساعة وانت وسواق التاكسي مثقفتين غير بعض اصلا، بتخسر حاجة؟ بالعكس، ممكن تطلع من سواق التاكسي اللي جاي من منطقة ثقافية تانية بعيد عنك بجملة تغير لك حياتك كلها. فاشتري، يعني اشتري من الناس واسمع وما تخافش من حد جاي يناقشك في اللي انت مؤمن بيه، ما تخافش، بالعكس اختبر قوة ايمانك بالحاجة او الفكرة الموجودة جواك. اشتري نفسك، اشتري مني اصلي، سوري، اشتري مني وفك نفسك. عايزين نفك. طيب مش هفك الناس اللي بتسمع بأي حاجة، كلام ناشف قوي النهاردة. صديقي شادي زلط بعت لي رسالتين مهمين جدا. الرسالة الأولانية بيقول فيها ايه؟ انه ما ينفعش الكاتب يراجع وجهة نظر قديمة كان قالها وخلاص، يعني لازم ما يعني لازم يفهمني هو غير افكاره ليه، وانا متفق في ده معاه تماما. الاخطر بقى انه هو ما يقولش انه هو لا ده انا بقول كده من زمان، لا يعني كده مكشوفة كده مفضوحة، بس انا معاك فكرة انه هغير وجهة نظري، يبقى عندي مستندات بقدمها بقول فيها ان قدمت وجهة نظر. الحاجة التانية اللي بقولها شادي فكرة انه الكاتب لازم يراعي ارشيفه، وانه بيتقفل من الكاتب اللي مش بيراعي ارشيفه. انا عايز اقول بقى اضيف حاجة على رسالة الصديق شادي زلط، انه في كمان قارئ مش بيراعي ارشيف، يعني في قارئ كمان مش بيراعي ارشيف الكاتب، اللي هو القارئ اللي احنا عارفين حالة القارئ اللي هو بيقتطع اربع سطور من مقال، ودي غلطة من الغلطات اللي عايز اتكلم عنها. يجي شخص يروح واخد من المقال اربع سطور، وبناء على الاربع سطور دول يروح نصب محكمة قدام الناس، يلم الناس ويطلع حكم نهائي على الكاتب انه كذا او اتغير او منافق او ايا كان اللي بيتقال. يعني الاقتطاع ده انا بعتبره نوع من نوع الفساد، عمل فاسد يعني انك تاخد من بق حد كلمتين وتبني عليهم معركة، يبقى انت عندك مشاكل في البيت معروفة دي على طول. انك تقص من السياق بمزاجك دي جريمة. وبالمناسبة في حاجة مهمة جدا لازم تتقال، السياق بتاع الكاتب مش المقال بس، سياق الكاتب هو الكاتب نفسه، سياق الكاتب هو مجمل أعماله، سنين الكتابة اللي عدت. مش هينفع تمسك أربع سطور من مقال وتسيب لي 25,000 سطر مكتوبين قبل كده، تبقى ظالم. لازم تفهم اللي اتقال ده اتقال ليه، مش تستسهل تحكم على الكاتب. فكرة إنك تبقى عارف أرشيف اللي بيتكلم وأنت كقارئ محترمه هتريحك في فهم اللي بيتقال ده بيتقال ليه، وفهم اللي بيتقال ده مظبوط ولا هو ابن وقته ولا هو معمول في لعبة ولا هو في حاجة ريحتها مش حلو. فكرة انك يبقى عندك الارشيف تبقى عارف ده. معلش يا جماعة اللي جايب سيرتي استنى بس 3 دقايق والبرنامج هيخلص. يعني مثلا في حاجات صدمة، اراء صادمة عند كتاب كبار جدا لأحمد مغنى من خيرهم زي ما بيقولوا، بس عندهم اراء قد تبدو ليك صادمة. انت لو مش عارف قيمة الكاتب ده ومش عارف أرشيفه، ممكن رأي ده بس لو وقفت عنده تخسره للأبد. يعني مثلا لما يجي مصطفى أمين في الأربعينات يكتب رأي صادم لبعض الناس ويقول إنه بيرشح لرئاسة البرلمان حسن البنا لأنه السياسي المفوه الخطيب صاحب المشروع وصاحب وكذا 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 وكذا، كنت هتعمل إيه أنت؟ ولا لما كانت البلد في نكسة بعد 67 وأحمد بهاء الدين يكتب مقالات يشجع فيها فكرة التظاهر، وان المظاهرات لازم تخرج عشان بلد محتاجة لتغيير، مش عشان احنا في نكسة هنمنع المظاهرات، لازم الناس تنطق. ولا حد قالوا انت انقلابي بقى ولا ارهابي ولا بتقبض من قبرص ولا اي حاجة من الحاجات دي. توفيق الحكيم في السبعينات، والسبعينات دي كانت ثورة يوليو ما بقالهاش يعني 18 سنة في عزها برضو لسه، ويطلع كده يكتب نصا ويقول انه ندمان انه مشي وراء ثورة يوليو وصدقها وامن بيها وان دي كانت غلطة كبيرة منه. أو مثلا دكتور يوسف إدريس لما كتب عن عالم دين مشهور كبير داعية كبيرة رجل يعني مهم جدا واحنا بنحبه، وكتب عنه مقال في الأهرام طويل عريض قال فيه إنه الراجل ده ما يقدرش يقنع غير الناس البسيطة وإنه ممثل نصف مشهور، وكتب فيه يعني كتابة ما بيحبوش. دي آراء لناس ممكن تكون صدمة ليك، وممكن أنت لو وقفت عند الرأي ده لوحده ما تفهمش هو إيه اللي بيحصل، يعني ممكن تتقفل من الكاتب ما ترجعلوش تاني. بس انا لما يبقى فيه كاتب انا عارف ارشيفه ومتابعه ومحترم اللي قريته له قبل كده،
لما يجي يديني رأي صادم أو محتاج وقفة مش همسك في زمارة رقبته أول حاجة، لا بالعكس أنا أول حاجة هدور عليها النقطة اللي وقف عندها الكاتب دي وشاف منها الرأي ده. يعني الكاتب ده اللي أنا متابعه أو اللي أنا بقرأ له هو وصل لنتيجة أنا عليا إن أنا أتعب معاه في، يعني هو طبعا عليه إن هو يفهمني هو اللي وصل للنتيجة دي، بس كمان لازم نحط في حسابي الأرشيف، لازم نحط في حسابي اللي قاله قبل كده، لازم نحط في حسابي إنه ده ليه معنى، مش ده جاي في الهوى، ده مش واحد أول مرة يكتب بوست مثلا على فيسبوك وخلاص وخلصنا، لا ده حد دي شغلانته وبيوصل لآراء وممكن الآراء دي في لحظة تكون صادمة أو تكون محتاجة تغيير فبيغيرها. بسرعة قبل الوقت ما يخلص عايز أشكر الناس اللي بعت الكتير اللي بعتت رسائل واخد كلام كده سريع منها. إبراهيم حسن بيقول إنه هو كيلو الكلام بتراب والكل بيهري. ماجد بيقول ما بحبش الاستعراض في الكتابة والاستعراض دي آفة جديدة ظهرت قريب، فعلا الاستعراض دي حاجة منفرة جدا. أحمد بيقول عدم الثبات على المبدأ، ده كلام مفروغ منه. لؤي بيقول فكرة ان يبقى مع الرايجة، والكاتب اللي مع الرايجة ده يصعب عليك لانه هو في النهاية ايه بيتحول لمادة للسخرية بعد كده بيتنسي، ده ما تقفش عنده لان هو اقل شأنا ويعني وغلبان، يعني اللي ماشي مع الرايجة ده غلبان، يعني ما تقفش عنده كتير وما تعملوش قضية، يعني تعمل قضية اللئيم، ها انت فاهمني اللي هو يعني يديك احساس ان هو مش مع الرايجه بس هو الرايجه نفسها وانت فاهم ان هو فاهم. يعني الكلام المتناقض، الكلام المتناقض ارجع واكد على فكره الكلام المتناقض، الكلام المتناقض لو في سكه ان انا رجعت وجهه نظر عندي قديمه وقدمت مستندات مراجعه وجهه النظر دي، ده مش كلام متناقض، دي حاجه محترمه جدا. انا مريم عايز اسمع اصاله، لا مش موضوع يا مريم خالص. الكاتب الجريء اللي مش بيخاف الا من ربنا، ده طبعا ما فيهوش كلام. اللي بيخليني ابطل اقرا لكاتب ان هو يتحول الى عقليه تجاريه، يعني عقليه تجاريه دي مش مفهومه قوي. عقليه تجاريه ان هو بيعمل كتب مثلا سهله وبيكتب مقالات مسليه او بيحاول يبقى لطيف مع الناس، يعني فيها وفيها فيها كلام لسه. يعني عندي رسائل كتير هحاول اطبعها لاني انا شخصيا ككاتب هستفيد منها، الناس بتشرح لي ان هي ممكن تتوقف عن متابعه كاتب قريت المقالات، لكن الوقت جري انا ما حسيتش بالوقت بصراحه. بحاول اكون وصلت لصاحبي اللي عايز يبطل قريت مقالات انه ممكن تكون جزء من المشكله عنده كقارئ، بحاول اساعده ان هو يتجاوز المشكله دي. الكاتب اللي متابعني وسامع الناس بتقفل من ايه عنده فرصه يراجع نفسه، والقارئ اللي سمعني وعرف الاخطاء اللي ممكن تحصل في القرايه عنده فرصه ممكن يكون سمع حاجه مفيده. بحاول اجري وانهج علشان الوقت بيخلص والعسيلي واقف لي بره والناس كلها بتشاور لي، فانا هقول لكم سلام واشوفكم من الحد اللي جاي ان شاء الله.